إنجاز كويتي يسجل باسم الكويت. الحلم اليوم أصبح حقيقة، والأحلام طبعا ما تنتهي، والشغف لازال متواصل بالعمل والإبداع. تم إطلاق القمر الصناعي الكويتي الأول كويت سات 1 بمشاركة فريق المشروع الوطني للقمر الصناعي في يوم أمس الثلاثاء. يوم طبعا كانت لحظات جميلة، وهاليوم هذا يسجل أيضا في تاريخ الإنجازات الكويتية. وعشان نتكلم أكثر وأكثر حول هذا الإنجاز، يشرفنا اليوم ونفتخر بتواجد الدكتورة هالة الجسار، مدير المشروع الوطني للقمر الصناعي الكويتي، وأيضا الدكتور أحمد الكندري، نائب مدير المشروع ومدير العمليات، وأيضا ويانا دكتور ياسر عبد الرحيم، المدير الأكاديمي للمشروع الوطني للقمر الصناعي الكويتي. بالبداية أبارك لكم ونبارك لكم على هذا الإنجاز اللي سجل باسم الكويت، ونفتخر اليوم فيكم بأبنائنا. يعني شفنا أمس لحظات جميلة بصراحة، والكل كان فرحان وناطر هذه اللحظات أثناء انطلاق القمر الصناعي الكويتي الأول. ألف مبروك لكم. الله يبارك فيك ويبارك بعمرك وحفظك يا رب. الله يسلمك يا رب. الحمد لله، يعني المشروع الوطني للقمر الصناعي الكويتي تم يعني إطلاقه بنجاح مثل ما شفتوا وشافوا أهل الكويت، والحمد لله يعني إحنا فخورين يعني إن الحمد لله هو أول قمر يسجل باسم الكويت. نعم. وهذا طبعا يعني بتعطي أمل للشباب والشابات في دولة الكويت. بإذن الله القادم أجمل أكيد. ويعني إحنا شفنا أمس وكنا متواجدين أيضا أثناء هذه التغطية الجميلة وانطلاق يعني هذا القمر الصناعي الكويتي، فودنا تعطينا دكتورة هلا بالبداية فكرة عن هذا المشروع. المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول هو مشروع بدعم كامل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. بدينا فيه إحنا يعني من سنة 2019. نعم. تقدموا أكثر من 350، نزلنا إعلانين، الإعلان الأول والثاني، المجموع يعني اللي تقدموا أكثر من 350 يعني شاب وشابة. نعم. من الكوادر الوطنية، وتم اختيار يعني فريق. الفريق هذا طبعا قمنا يعني عطيناهم دورات من بداية المشروع، دورات مكثفة مستمرة خلال السنوات الثلاثة اللي هي اللي اشتغلنا عليها، وأكثر من 3 سنوات في الحقيقة يعني. وكان التدريب يعني نظري وعملي، فيعني الحمد لله يعني هو إنجاز نعتبره يعني مفخرة حق الكوادر الوطنية اللي عندنا في الكويت. نعم، إنجاز بالفعل، وتحقق يعني هذا الإنجاز بانطلاق هذا القمر الصناعي. طبعا دكتور ياسر، ودنا نتكلم أيضا عن أهم التحضيرات اللي قمتوا فيها خلال الأعوام أيضا الماضية. أكيد يعني اللي شفناه هذا الإنجاز أكيد كان فيه هناك طبعا دراسة وتخطيط وتحضير واستعداد، تكلمنا عن هالأمور هذه. الله يسلمك، مشكورة. الله يسلمك. طبعا ما في شك، مثل ما تفضلتي، التحضيرات كانت في بداية المشروع أساسا كانت تحضير كوادر. فمن بعد ما تم اختيار المنتسبين الشباب والشابات اللي انضموا لنا للمشروع، قمنا بعمل رحلات علمية، زيارات، علشان نتعلم من اللي حوالينا، من اللي نستفيد من الخبرات اللي موجودة حوالينا. بعدين بدينا ان احنا بانفسنا نبدا ندرس طلبه، ندربهم، بالاضافه الى ان كان في خط كامل للمشروع اللي هو تصميم القمر الاصطناعي. نعم. اختيار مواصفات القمر الاصطناعي، هذا خط كان منفصل عن خط التدريب. لغايه ما الطلبه كانوا على استعداد انهم الان يدخلون ينخرطون ضمن المشروع الحقيقي اللي هو المشروع نفسه، مشروع القمر الصناعي. القمر الصناعي نفسه مر بمراحل، من بعد مرحلة التصميم دخل مرحلة التنفيذ، ومن ثم كان مرحلة اللي هو الفحص. ضرور هاي المرحلة حساسة وحرجة جدا، لأن أي شيء ممكن يعني يطرأ في القمر الصناعي من ناحية الفنية لا يمكن تداركه إذا القمر وصل لمدار. فلازم يتم عملية فحص كاملة للقمر الصناعي. خلال المرحلة هذه كان في فريق من الطلبة راحوا، كان الدكتور أحمد الكندري معاهم علشان يقوم بالإشراف على مراحل
اللي هي المراحل الأخيرة من الفحص، بالإضافة إلى مرحلة تركيب اللي نسميه احنا الحمولة البيلود اللي هي الكاميرا المركبة على القمر الاصطناعي. بعدها انتقل القمر الاصطناعي إلى الديبلوير اللي هو الجهاز اللي يتم من خلاله إطلاق القمر الاصطناعي إلى مدار. نعم. ثم شحن الديبلوير بالقمر الاصطناعي إلى فلوريدا وتحمل على المركبة الفضائية اللي هي الفالكون 9، وبعدين اللي أنتم شفتوا أمس من مراحل إطلاق لغاية ما وصل القمر الاصطناعي يحمل اسم الكويت، يحمل أحلام الشباب، يحمل طموح الشباب كله إلى الفضاء. نعم، يعني طبعا هذا الإنجاز الجميل أيضا كان بمشاركة طلبة وطالباتنا، يعني فأنا ودي أتكلم مدى حرصكم اليوم أيضا في إشراك الطلبة دكتور أحمد والطالبات في هذا المشروع، يعني والفعالية أيضا لبناء القدرات الوطنية الاستراتيجية أيضا في هذه المشاريع وإدارتها. طبعا مثل ما تفضل الدكتور ياسر والدكتورة هالة، الطلبة تم استثمار فيهم من اليوم الأول لدخولهم هذا المشروع. أيوة. والبرنامج التأهيلي هذا اللي تم بناءه من الأساتذة الدكاترة اللي موجودين كان برنامج محترف يحمل في طياته عمل مؤسسي متكامل، أخذ مراحل عديدة. إحنا عندنا تخصصات هندسية وتخصصات خلينا نسميها علمية أخرى مثل الجيولوجيا وعلوم البحار، زين أنا وفئات عمرية مختلفة كذلك. طبعا عندي نسب كذلك عالية من البنات الله يحفظهم، عندنا 70% مشروع من البنات الأكفاء أمانة و 30% من الشباب. طبعا في البداية نريد أحد التحديات اللي كانت أمامنا هي إحنا ما بدينا برنامج فضائي في الكويت ولا عندنا البرنامج يعني بالتفصيل بالدقة. جامعة الكويت عندها برنامج فضائي قديم تدرس على اللي هو الدكتورة هالة مسؤولة يعني هذا الكورس الاستشعار عن بعد وغيره، لكن بالأقمار الصناعية ما كان عندنا، فخذينا هذه الفلة من الشباب والشابات وبدينا نأسسهم في علوم الفضاء العامة. ثم انتقلنا معهم إلى علوم الفضاء التخصصية فيما يخص الأقمار الصناعية بتفصيلاتها العامة، ثم تخصصوا بالقمر الصناعي أو الاصطناعي الكويتي. فبدأوا يدرسونه بكل تفاصيله، لكن تم تأهيلهم تأهيل مغاير عن قضية المعلم والأستاذ. ممتاز. فتم تأهيلهم حتى يكونوا هم المعلمين. فالدفعة الأولى وصلت من المرحلة من العلم اللي استطاعت أن يعني خلينا نقول تحضن يعني تستثمر في الدفعة اللي بعدها وتعلمها. حلو. مع وجودنا كمشرفين فقط. فالشباب هم دربوا الشباب وأهلوا الدفعة الثانية ووصلوا إلى هذا الفريق المتكامل وبنوا هذه القدرات بالإشراف مع الدكاترة الموجودين الله يحفظهم، ولكن بإمكانياتهم اللي تم تعليمهم عليها خلال السنوات الماضية. جميل، أعطيتهم أيضا فرصة ودعم كبير وتشجيع في أنهم بالفعل يعني يستمرون ويشوفون الحلم اللي كان يعني خلينا نقول يحلمون فيه ويتوقعونه اليوم على أرض الواقع موجود لله الحمد. أيضا ودنا نتكلم دكتورة هالة يعني عن فئات الأقمار الصناعية أيضا، فهل ممكن تحديد فئة القمر أيضا الصناعي الكويتي وعلى شنو يحتوي هذا القمر؟ الأقمار الصناعية فيها فئات كثيرة. حلو. يعني عندك البيكوسات اللي هي من 100 جرام إلى 1 كيلوغرام. نعم. عندك النانوسات من 1 كيلوغرام ل 10 كيلو. عندك المايكروسات من 11 إلى 200 كيلو وهكذا يعني، وسمول سات، ويعني لما نوصل للبيك ساتلايت. احنا القمر الصناعي الكويتي الأول هو من فئة النانوسات، يعني يسمى بالتويو، كتلته 3 كيلو جرام، يحمل كاميرا ذو كفاءة عالية من التفريق، قوة التفريق 39 متر. طبعا هذه القوة احنا يعني طبعا هي بالجزء المرئي يعني بالفيزبل لايت ار جي بي، يعني اللي هو اللون الاحمر والجرين والبلو، ار جي بي ريد جرين اند بلو. الصور هذه اللي راح تجينا راح يكون لها تطبيقات كثيرة حق الكويت. ممتاز. وتطبيقات هذه يعني احنا بدينا من بداية المشروع بتحديد الهدف للقمر الصناعي، يعني احنا ايش نبي من القمر الصناعي، يعني راح يكون حق اي استخدامات، يعني ما هو الجزء التعليمي راح يكون موجود فيه بهالقمر الصناعي، لانه هو مثل ما تفضل الدكتور احمد الكندري والدكتور ياسر، هي المشروع اللي عندنا هو مشروع بناء قدرات. حلو. فطبعا بدينا احنا مع الطلبه الفريق اللي اشتغلنا معاهم
بتصميم أو بتحديد الأهداف وتحديد مهمة القمر. نعم. والرؤية اللي هي حق المشروع كله. هذا كله كان يعني documented في يعني كتب في طبعا الطلبة قاموا يشتغلون فيه وكتبناه في documentation. فيعني حددنا أن الأهداف طبعا أهم شيء عندنا بما أنه هو أول قمر صناعي كويتي واسمه كويت سات 1 نبي نصور الكويت. حلو. يعني بناخذ صور حق الكويت. في تطبيقات كثيرة حق الكويت اللي هي تطبيقات مهمة اللي هي تطبيقات بيئية. عندنا تلوث عندنا في الخليج، عندنا مشاكل اللي هي لما يصير في تسرب نفطي مثلا في الخليج، بالإضافة إلى التخصصات اللي هي لها علاقة بالتصحر، بالإضافة إلى تخطيط المدن، بالإضافة إلى الترافيك الأربن ديزاين. هذه كلها يعني تطبيقات مهمة حق الكويت. فعلا. فيعني قلنا أن الكاميرا طبعا اللي هي على الحجم اللي عندنا اللي هو تويو اللي هي راح تكون طبعا اللي هي مثل ما قلت لك 39 متر اللي راح تعطينا الفائدة إن شاء الله تعم على الجميع. إحنا عندنا في المشروع طبعا المشروع بس يعني بقول لك قصته. إحنا بالنسبة لنا المشروع طبعا هو مشروع بالتعاون بين أقسام كثيرة من كلية العلوم. حلو. وكلية الهندسة. نعم. يعني هو انبثق من جامعة الكويت ولكن عندنا معانا شركاء أقسام عدة. إيه عندنا أقسام عدة من الجامعة نفسها. يعني متعاونين الحمد لله، ولكن عندنا كذلك شركاء معانا من مؤسسات حكومية. نعم. يعني عندنا هيئة العامة للاتصالات لأن تسجيل القمر يعني طبعًا دولياً كان لها دور كبير. طبعًا أكيد عندنا الهيئة العامة للبيئة معانا كشريك، معهد الأبحاث العلمية معانا من بداية المشروع بالإضافة إلى الدفاع. فيعني هذا إحنا نعتبره مشروع وطني، يعني مشروع وطني بكل كلمة وبكل معنى. نعم. لأن الجميع قاعد يشارك فيه. وإحساس الوطن يعني إحساس اللي هو الشعور الوطني عند الطلبة والطالبات والشباب والشابات هو اللي أعطاهم الدافع القوي. نعم. يعني أنهم يستمرون معانا كل هالسنين. يعني لا هو مقررات إحنا نعطيها في الجامعة دكتور أحمد والدكتور ياسر، لا هي يأخذون منها يعني جريدات أو درجات. يعني قاعدين يشتغلون لأنهم هم يحسون بالإحساس الوطني. نعم. وهذا الإحساس الوطني يعني جدا جميل. نعم. وهذا اللي إحنا نزرعه في يعني شبابنا وشبابنا. نعم. أكيد وأجيال المستقبل أيضا. اليوم لما نشوف الفرحة يعني أنا من خلال وجودي وياكم أمس يعني لا شعوريا الواحد بالفعل يفتخر ويفرح لما يشوف أيضا يعني هذا التعاون الجميل وشراكة الوطنية في هذا المشروع وهذا الإنجاز. يعني أمس توج فرحة انطلاق القمر الصناعي أيضا الكويتي ونشوف أبنائنا أن هم بالفعل قاعد يبدعون في هذا المجال بكل شغف وحب، وخلنا نقول مثل ما تفضلت يا دكتور هلا بدون اي مقابل يعني تطوعي ومجهود ما شاء الله يشكرون عليه وتشكرون ايضا عليه. يعني هو احساس وطني. نعم. اولا إحساس واخيرا وطني ويعني ويسجل باسم الكويت ايضا ما شاء الله دكتور ياسر. تم تسميه ايضا القمر الصناعي الكويتي كويت سات 1، يعني ما دلاله اختيار هذا الاسم ايضا؟ هو طبعا لان هو مثل ما تفضلت الدكتوره هلا هو المشروع الوطني الاول لاطلاق اول قمر اصطناعي كويتي، فلازم يحمل اسم الكويت، الاسم هذا اللي غالي علينا ومفخره لنا ان نحمل اسم الكويت للفضاء. فطبعا مسمى كويت يعني هذا يكون اختيار طبيعي. نعم. سات لأن ساتلايت وان لأنه هو الأول. نعم. إذن إحنا يعني عشنا معكم هذه المشاعر الجميلة، لكن ودنا أيضا نشارككم ونشوف وياكم ومع مشاهدينا طبعا مشاعر الطلبة وكلمة أيضا من الطلبة المشاركين في هذا المشروع الوطني لصناعة القمر الصناعي، ولنا عودة أكيد مع ضيوفنا. الكويت تتزين وتفرح أيضا بمشاركة طبعا فرحة أبنائها وبناتها من الطلبة في انطلاق هذا القمر الصناعي كويت سايت 1 الأول طبعا، وأيضا بمشاركة كل من كانت له بصمة في هذا المشروع الوطني. اليوم دكتور أحمد بدنا نتكلم عن مدى أهمية توفير أيضا بيئة أكاديمية خصبة للعمل والإبداع والابتكارات أيضا لتحقيق الإنجازات، وتكون طبعا إنجازات غير
مسبوقة أيضا لتعزيز مكانة الكويت محليا وعالميا وتحقيق رؤية كويت جديدة 2035. طبعا ولا شك الشباب الكويتية والشاب والشابة الكويتية مبدعين بالفطرة، فلا تجدين لا يكاد تجدين تخصص أو فن إلا تميزوا فيه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لتوفير بيئة المناسبة خلينا نسميها لمشروع وطني بهذا الحجم تطلب منا رؤية مغايرة لنظام تعليمي خلينا نسميه المتعودين عليه الناس. في النظام التعليمي العادي الجامعي أو النظام خلينا نسميه الأكاديمي دائما هناك ما يحصل عليه الطالب في نهاية هذا، ما يحصل على درجة علمية أو شهادة أو قد يكون غيره. احنا في ذاك بدايات المشروع مع الأساتذة الدكاترة فكرنا بفكر مغاير وانتجنا نتاج مغاير، ان هؤلاء منذ البداية لازم يعرفون ان لا نملك شيء نعطيهم سوى علمنا اللي الله سبحانه وتعالى اعطانا اياه، بالإضافة ان الهدف الرئيسي هو اعلاء اسم وراية الكويت خفاقا. فكان هذا من اصل بداية المشروع ان هذا هو هدفكم. و كانت بيئة العمل يعني تختلف على قضية التعامل معهم على أساس أنه طالب ومعلم. حلو. اللي أمامنا الآن مبدعين أكفاء يحملون راية خلينا نقول خفاق إن شاء الله في هذا المجال، فلذلك تم التعامل معهم على أساس أنهم زملاء وأخوان أكثر من قضية طالب ومعلم. حلو. بالإضافة إلى زرع الثقة من اليوم الأول. ممتاز. فكلنا قلنا نقول لهم أخطأ كثر ما تبي، اليوم إذا ما تخطأ في مجال تعليمي بهذا المستوى ما راح نتعلم، كلنا نخطأ، حتى لو أنا كلامك يقدم على كلامي فراح أخذ كلامك. فعلا صح. فلذلك من بداية المشروع وفرنا لهم البيئة اللي جعلت نسبة الثقة عالية عندهم في أنفسهم وفي منظومتهم وفي وطنهم، ولله الحمد كان النتاج اللي أنتم شفتوه الحمد لله، ونوعدكم إن شاء الله القادم بإذن الله أجمل بإذن الله. يعني نقدر نقول أيضا دكتورة هالة أن اليوم هذا المشروع أيضا هو بداية لتأسيس قطاع فضائي مستدام في الكويت. طبعا إحنا يعني ما رح نوقف على كويت سات 1، يعني إن شاء الله الحين الدكتور ياسر عبد الرحيم رح يتكلم ويقول لك عن خططنا في المستقبل، الخطة المستقبلية. إحنا حاليا يعني بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي قاعدين ندرس اللي هو مشروع تأسيس مركز لمركز يكون يعني وطني، نسميه مركز وطني لأن هذا كله باسم الكويت، المركز الوطني لمشاريع الفضاء وعلوم الفضاء. طبعا احنا نطمح ان يكون ان شاء الله يكون عندنا وكالة، وهذه الخطوة الأولى اللي هي المركز. هو بشكل عام يعني لو تشوفين الدول بشكل عام دائما الأبحاث الفضاء ومشاريع الفضاء تكون بالجامعات. نعم صح، تكون بالجامعات، تبدأ في الجامعات المركز. ليش؟ لأن الجامعات هي المركز الأساسي لاستقطاب القدرات يعني البشرية، بالإضافة مراكز الأبحاث تكون موجودة في الجامعة، الأبحاث والمشاريع والدكاترة والطلبة، طبعا بالإضافة إلى البنية التحتية. فيعني بجميع دول العالم يعني يعني هذا الشيء موجود، يعني حتى لما تروحين في أمريكا يعني وكالة ناسا، يعني وكالة ناسا هي تعتمد على الجامعات، الجامعات اللي هي اللي يعني تنفذ أو هو يعني تؤسس أو تصمم فعلاً. تصمم المشاريع الفضائية، فهو البداية والانطلاق من جامعة الكويت، يعني من الجامعة لأن هذا اللي هو المكان اللي هو طبعا الطبيعي لبناء قطاع فضائي. وإن شاء الله نحن نأمل يعني يكون عندنا وكالة فضاء بالكويت إن شاء الله. والفضاء ترى يعني في العالم الحين تشوفين حتى دول المجاورة، يعني دول اللي هي في المنطقة والخليج، ليش قاعدة تدش قطاع الفضاء؟ قطاع الفضاء لأنه قاعد يستحوذ جزء كبير من الاقتصاد العالمي. نعم. يعني في شيء اسمه القطاع الفضائي، والقطاع الفضائي رح يكلمك عنه الدكتور ياسر والدكتور أحمد، هذا قاعد ينمو نمو سريع جدا. يعني فيعني الكويت طبعا لازم طبعا احنا يعني نأسس هالقطاع لانه له دور فعال كبير في المستقبل من الناحيه الاستراتيجيه ومن ناحيه اقتصاد او مكانه الدوله واقتصاد الدوله بين الدول
العالم كلها. نعم يعني دكتورة هالة تفضلت وقالت الخطط المستقبلية أكيد موجودة عند الدكتور ياسر، فكلمنا عن الخطط القادمة بإذن الله إن شاء الله. نعم طبعا مثل ما تفضلت دكتورة هالة، احنا بصدد إنشاء مركز. المركز هذا راح يكون مركز وطني لعلوم وتطبيقات الفضاء. المركز طبعا احنا نأمل انه راح يكون هو يخلق البيئة والبنية التحتية لمشاريع اكبر، وطموحنا في هذه المشاريع اكبر من اللي نفذناه في كويت ساتوان. فهذا جزء احنا قاعدين نعمل عليه ان شاء الله، وراح يتم ان شاء الله الاعلان عنه متى ما وصلنا الى بلورة الفكرة و تنفيذها. نعم. لكن في هالأثناء أيضا قاعدين نحط الخطوط العامة لكويت سات 2. كويت سات 2 إن شاء الله. إن شاء الله قريب إن شاء الله. حاليا قاعدين يعني نناقشه، أو وعندنا تصور كامل. تفاصيل هذا التصور يعني لحد الآن في طور النقاش، لكن راح يكون بلا شك عبارة عن قمر اصطناعي أكبر من كويت ساتوان. نعم. والمهمة العلمية مالته راح تكون أيضا مهمة علمية أصعب من اللي موجودة في كويت ساتوان، فراح يشكل بالنسبة لنا تحدي. احنا ما نبي بس نوصل إلى المرحلة اللي وصلنا لها ونوقف، دائما وأبدا اللي يدفعنا إنه دائما ناخذ تحديات صعبة. نعم. وهذا اللي تدفعنا، فاحنا حاطين هدف أكبر إن شاء الله في كويت سات 2، وهذا هو رؤيتنا على المدى خلينا نقول القصير. على المدى البعيد هو تأسيس مركز متكامل لعلوم ومشاريع الفضاء. هذا المركز راح تتنفذ فيه مو بس مشروع واحد، عدة مشاريع راح تكون في عدد كبير من فرق العمل، راح يخلق فرص عمل، وهو راح يكون الأساس والانطلاقة لخلق اللي ذكرته الدكتورة هالة، اللي هو الاقتصاد الفضائي اللي راح يخدم اقتصاد البلد ويخدم رؤية الكويت 2023 للاستدامة. نعم بإذن الله أنتم قدها وقدود أكيد في هذا التحدي الجميل، وإحنا بانتظار كويت سات 2 بمشاركة أيضا وتشجيع الطلبة في أنهم بالفعل هذه فرصة في أنهم طلعون مواهبهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم، ويعني في فرص كثيرة عندنا هنا يقدر الواحد أكيد يعني ما شاء الله يطلع فيها، ونتمنى إن شاء الله ونتفائل فيكم بإذن الله خير. دكتور أحمد اليوم بدنا نتكلم عن نقطة أيضا مهمة اللي هي أهمية نشر الوعي الثقافي أيضا الفضائي في المجتمع الكويتي. طبعا اليوم قنوات التواصل الاجتماعي اللي يملكها الفريق حرص منذ بداية المشروع على تثقيف المجتمع الكويتي في أهمية الفضاء. طبعا احنا مطالبين كأعضاء في هذا الفريق وبدينا هذه الخطوة، مطالبين أن نوعي المجتمع في أهمية الفضاء على جميع طبقاته. الفضاء بالنسبة لنا مهم، فعلى المستوى الفردي هناك بعض الأهميات اللي يحس فيها في تغيراتها، وعلى مستوى المؤسسي هناك كذلك متطلبات وطموحات لمؤسسات الدولة في الحصول على بعض الخدمات الفضائية اللي ممكن نقدمها احنا ان شاء الله بعد ما نتجاوز المرحلة خلينا نقول الكوميشنينج بالنسبة للقمر الاصطناعي في المدار. راح نمد جهة الدولة في الصور الجوية اللي تحتاجها، وزارة الأشغال على سبيل المثال تستخدمها في بناء الطرق وتحليلها، وزارة أو هيئة العمل البيئة في مراقبة الأمور البيئية، وهلم جرة. فأنا عندي في اليوم ما يقارب أربع صور أو أربع يعني باسز على الكويت، تقريبا ممكن 3 إلى 2 صور جوية في اليوم. فأنا لما يكون عندي داتا على مستوى سنة كاملة تفيد في جميع خلينا نسميه متطلبات الوزارات وجهات الدولة المختلفة. أما على المستوى الاستراتيجي للدولة اللي هو خلينا نسميه سياسي وغيره، القطاع الفضائي يوفر علاقات استراتيجية خلينا نقول كبيرة جدا. هناك تجمعات على مستوى العالم، وهناك الأمم المتحدة تنظم هذا العمل على مستوى العالم، والكويت الحمد لله شريكة في هذا التنظيم. كذلك هناك علاقات دولية، البارحة لو شفتي حضور بعض السادة اللي موجودين في السفارات الكويت ومؤازرتهم لهذا العمل الفضائي.
نأمل إن شاء الله نشر الوعي نستمر فيه ورح نطور من هذا الباب إن شاء الله على جميع المستويات بإذن الله. احنا نتفائل فيكم إن شاء الله خير دائما وعسى الله يوفقكم. يعني أنا جدا سعيدة وسعداء أيضا أن نختم اليوم حلقتنا وياكم وهذه الفرحة يعني وهذا الإنجاز الكويتي واللحظات التاريخية الجميلة اللي عشناها أمس معكم أيضا مشاهدينا في إطلاق طبعا القمر الصناعي الكويتي سات ون. كل شكر على وجودكم معنا، يعطيكم ألف عافية. إذا مشاهدينا نشكر الدكتورة هالة الجسار مدير المشروع الوطني للقمر الصناعي الكويتي والدكتور أيضا أحمد الكندري نائب مدير المشروع ومدير العمليات وأيضا الدكتور ياسر عبد الرحيم المدير الأكاديمي للمشروع الوطني للقمر الصناعي الكويتي. وبكذي وصلنا معكم لختام حلقتنا، على أمل نلتقي معكم بإذن الله غدا بنفس التوقيت. في أمان الله.